السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاك الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن احد الاطعمه الممتازه جدا اللي لازم تقدميها لاطفالك كل يوم، سواء الاطفال الرضع او الاطفال الكبار. خليكم معانا في البدايه، وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن التمر، والتمر من الأطعمة اللي مهدور حقها بشكل كبير لأن قيمته الغذائية عالية جدا، وللأسف كتير من الناس بيغفلوا عن القيمة الغذائية دي ومش بيدوا للأطفال بشكل كافي، وبالتالي الطفل بيتحرم من فوائد كتيرة جدا. هنبدأ كلامنا، العمر المناسب لتقديم التمر للأطفال الرضع بيبقى من بعد الشهر السادس، يعني الطفل يتم 6 شهور. ايه الصور اللي نقدم بيها التمر للأطفال الرضع؟ عندنا كذا صورة. أول حاجة منقوع التمر، وهنا احنا بنغسل التمر كويس جدا وبننقعه في المية عدد ساعات طويل يوصل لعشر او 12 ساعة، وبناخد المية اللي كان منقوع فيها التمر نصفيها كويس جدا ونقدر نقدمها للطفل الرضيع، وهنا يفضل ان احنا ندي 30 ملي مرة واحدة في اليوم. بكده هنبقى خدنا قيمة غذائية عالية موجودة في التمر، وفي نفس الوقت بيبقى مشروب سهل البلع بالنسبة للطفل. وهنا بقول لبعض الأمهات اللي بيدوا منقوع التمر للأطفال الرضع اللي عمرهم أقل من 6 شهور، الكلام ده ممنوع، منقوع التمر مسموح به من بعد الشهر السادس. الصورة الثانية إن احنا نقدم التمر المسلوق والمهروس، سواء هنقدمه لوحده أو نضيف منه على وجبات الطفل. وهنا بناخد التمر نغسله كويس ونسلقه على نار هادية لمدة طويلة، وبعدين بناخد التمر نهرسه كويس جدا ونضيف عليه شوية مية صغيرين علشان نعدل قوام الوجبة وتبقى لينة وسهلة البلع، ونقدر نقدم منه للطفل الرضيع، ونقدر ناخد المهروس ده نضيف منه على وجبات الطفل، يعني نقدر نضيفه على وجبات السيريلاك مهما كان نوعها، نقدر نضيفه على وجبات الشوفان، نقدر نضيفه على الزبادي أو الياجورت، نقدر نضيفه على الرز المسلوق والمهروس كويس، لكن برضو لازم نعدل قوام الوجبة علشان يبقى لين وسهل البلع بالنسبة للطفل. الصورة الثالثة ان احنا نقدم دبس التمر للأطفال الرضع، وهنا احنا بنستخدمه لتحلية بعض وجبات الطفل، ودبس التمر مسموح بإعطائه من بعد الشهر السادس، لكن نستخدمه بكميات صغيرة، بلاش نستخدمه بإسراف علشان الطفل ما يتعودش على الطعم المسكر، وبالتالي هتلاقي الطفل بيرفض بقية الأطعمة، فاستخدميه لكن باعتدال، ما تضيفيهوش على كل وجبات الطفل. طيب ايه فوائد التمر الكبيرة جدا اللي تخلينا لازم نديه للأطفال كل يوم؟ هلخص الفوائد دي في 7 نقط. اول حاجة، التمر فاتح شهية طبيعي للأطفال، وده لانه غني جدا بفيتامينات ب مركب، ودي ليها دور كبير جدا في فتح شهيه الاطفال، وكمان ليها دور كبير في انتاج الطاقه داخل الجسم، فبتخلي الطفل نشيط وبيعرف يلعب ويتحرك وما يحسش بالتعب والاجهاد بسهوله. كمان اضافه التمر على وجبات الطفل زي ما قلنا بتخلي طعمها محبب للطفل، وبتخلي الاطفال يرضوا ياكلوا بشكل كويس. الحاجه الثانيه، التمر ليه مفعول ممتاز جدا في زياده وزن الاطفال اللي بيعانوا من النحافه، وده لسببين. اول حاجة ان التمر غني جدا بالسعرات الحرارية، تاني حاجة انه فاتح شهية فهيخلي الطفل ياكل كميات اكل كويسة، وبالتالي الطفل هيزيد في الوزن بشكل ممتاز جدا. الفايدة التالتة، التمر غني جدا بالحديد، علشان كده بنستخدمه للوقاية من الانيميا وفقر الدم، وكمان علاج الانيميا وفقر الدم عند الرضع والاطفال. لكن علشان نستفيد بالحديد اللي موجود في التمر بشكل ممتاز، يفضل ان احنا نقدم مع التمر احد الاطعمة الغنية بفيتامين سي زي البرتقان واليوسفي والجوافة والكيوي والفراولة والليمون. لو ادينا الطفل التمر جنب احد الاطعمة الغنية بفيتامين سي، او حتى الطفل ياكل الوجبة الغنية بالتمر وبعدها يشرب عصير فريش من الفواكه اللي قلنا عليها، ده بيزود كتير جدا من استفادة الجسم بالحديد اللي موجود في التمر. الفايدة الرابعة، التمر بيقوي عظام الأطفال وبيقوي أسنانهم، وبيساعد الأطفال الرضع على التسنين، وكمان بيعزز التطور الحركي للأطفال، وده لأنه غني بعنصر الكالسيوم. وهنا احنا بنقدمه للأطفال من بعد الشهر السادس، وده ذروة فترة التسنين والتطور الحركي للطفل،
اللي الطفل بيبقى محتاج فيها الكالسيوم بشكل كبير، فهنا نقدر نقدم التمر كأحد مصادر الكالسيوم الممتازة جدا. وبأكد أكتر على التمر مع بعض الأطفال اللي بيعانوا من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية بروتين الحليب. الأطفال دول دايما بنديلهم الكالسيوم من مصادر تانية غير منتجات الحليب، فالتمر هنا أحد المصادر الممتازة جدا. وطبعا نقدر نقدمه بشكل طبيعي للأطفال العاديين، هيستفيدوا بالكالسيوم الموجود فيه بشكل ممتاز جدا. الفايدة الخامسة، التمر غني جدا بالألياف الغذائية، وده بيحسن عملية الهضم وبيعالج عسر الهضم وبيعالج الإمساك عند الرضع والأطفال. لو عندك طفل بيعاني من الإمساك وصعوبة الإخراج، قدمي التمر للطفل ده بشكل يومي، هتلاقي الإمساك اتحسن بشكل كبير جدا عند الطفل ده. الفايدة السادسة، التمر بيقوي مناعة الأطفال بشكل كبير جدا وبيقلل كتير من معدل إصابتهم بالأمراض، ودي فايدة كلنا محتاجينها في الأيام دي. لازم نهتم بتغذية الأطفال تغذية صحية سليمة، ومن الأطعمة المهمة جدا لزيادة المناعة هو التمر علشان نقوي مناعة أطفالنا ونحميهم من الأمراض. الفايدة السابعة وآخر حاجة هتكلم عليها، إن التمر بيعزز القدرات العقلية للطفل وبيزود النمو العقلي للطفل، وكمان الطفل لما بيكبر بيبقى تحصيله الدراسي كويس ونسبة ذكائه كويسة جدا، وده لأن التمر غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وكمان غني بالطاقة، والحاجات دي كلها مهمة جدا لنمو المخ. وكلنا عارفين في أول سنتين نمو المخ بيبقى كبير جدا، فلو اهتمينا بالتغذية الصحية وقدمنا للطفل الأطعمة اللي قيمتها الغذائية عالية بالشكل ده، نمو المخ هيبقى ممتاز وتطور العقل للطفل ممتاز وذكاء الطفل هيبقى ممتاز. يبقى دي كده أهم فوائد التمر اللي بيقدمها للرضع والأطفال. هيتبقى بعض الاحتياطات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنقدم التمر للأطفال. أول حاجة، لما نيجي نقدمه للأطفال الرضع لأول مرة، لازم ندي كمية صغيرة ونتابع علامات ظهور حساسية على الطفل زي ما بنعمل مع أي طعام جديد بنقدمه للطفل. لو مفيش علامات حساسية على الطفل نقدر نزود بالتدريج، لو ظهر علامات حساسية على الطفل يبقى لازم نوقف ونرجع للطبيب المعالج. علامات حساسية الطعام كتيرة جدا، أشهرها ظهور طفح جلدي مع إحساس بالحكة والهرش، تورم الشفتين، تورم العينين، إسهال شديد أو ترجيع شديد أو مغص شديد، وأعراض تانية كتير كنت اتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. النقطة التانية، التمر من الأكلات اللي ممكن تلزق بالفم وعلى اللثة وعلى الأسنان، علشان كده ضروري جدا بعد الطفل ما يأكل التمر أو حتى الوجبات اللي فيها التمر ان حضرتك تنظفي فم الطفل واسنانه كويس جدا. حضرتك ممكن تجيبي قطنة او شاشة تبليها مية دافية وتمسحي فم الطفل واسنانه وتمسحي على اللثة كويس جدا، علشان ما يحصلش تراكم للتمر في فم الطفل، وده ممكن يسبب تسوس الاسنان لو الموضوع اتكرر بشكل كبير. النقطة الثالثة، بعض الاطفال اللي وزنهم زايد يفضل ان احنا نديلهم التمر بكميات قليلة جدا لان سعراته عالية وممكن يزود وزن الطفل اكتر. كمان بعض الأطفال اللي بيعانوا من مرض السكر، أنا هنا بتكلم على الأطفال الكبار شوية، يفضل إن احنا ندي التمر بكميات قليلة جدا وتحت إشراف الطبيب المعالج، لأن التمر من الأطعمة الغنية بالسكر وممكن يرفع السكر عند الأطفال دول. النقطة الرابعة، لما نيجي نقدم التمر للأطفال الرضع سواء هنقدمه لوحده أو مع وجبات تانية، ضروري جدا الوجبة دي تبقى في قوام لين وسهل البلع بالنسبة للطفل. ما ينفعش تقدمي الوجبة دي قوامها تقيل أو ملزقة فتقف في فم الطفل أو تقف في زوره والطفل ما يعرفش يبلعها. لازم حضرتك دايما تتحكمي في قوام الوجبات بشكل إنها تبقى مريحة وسهلة البلع بالنسبة للطفل. آخر حاجة لازم أكد عليها، ممنوع تماما إن احنا ندي التمر للأطفال في إيديهم يأكلوه قبل عمر 4 أو 5 سنين، وده علشان نقطتين مهمين. النقطة الأولانية، لو حضرتك قدمت التمراية بالنواة اللي فيها، ممكن بالخطأ الطفل يبلع النواة دي تقف في زوره أو حتى ممكن تدخل في الحنجرة وتسبب لنا مشاكل كبيرة جدا. الحاجة التانية، لو حضرتك قدمت التمراية للطفل حتى بعد ما شلت النواة بتاعتها، ممكن الطفل يقطم حتة كبيرة من التمراية وبرضه تقف في زوره وتسبب له مشاكل. الأطفال الرضع تحديدا في أول سنتين، حضرتك اغسلي التمر كويس، شيلي النواة بتاعتها، اسلقيها واهرسيها كويس جدا وقدميها للطفل. بلاش تدي التمر للطفل في ايديه ياكل منه علشان ما يقفش في زوره ويعمل له مشكلة، لكن نقدر نعمل ده من بعد عمر 4 أو 5 سنين. هنا الطفل بيبقى كبير وعملية البلع عنده متطورة جدا والطفل يعرف ياخد باله من نفسه بشكل أفضل.
ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.